تستهونيش، لان ده غلط. واحنا فعلا احنا كنا طيبين بزياده. تقولي لبنتك ايه؟ الله يرحمها. اقول لها الله يرحمك حبيبتي، الله يرحمك، وانت شهيده، وانت تاخد حقك فعلا. بس بعد ما متي كان نفسي تاخد حقك قبل ما تموتي، كان هيبقى فرق كبير قوي. ان شاء الله. نقدر نعزلكم دلوقتي ونقول لله. بسم الله الرحمن الرحيم. انتظر كل الناس، كل الشارع المصري وكل الشارع العربي ينتظروا نهاية الحكم، نهاية الحكم على محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف. ومن دقائق قليلة تم إعلان الحكم على محمد، تحويل أوراق محمد عادل المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف للمفتي، وذلك للبت في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو، وذلك للفصل في الحكم. وده بيعتبر كده من أسرع القضايا اللي تم الفصل فيها في أقل من شهر على ارتكابها، وبالشكل ده أشفى غليل أسرتها وأهلها. وبعد القرار ده كان لابد من التعريف بالخطوات والإجراءات الجنائية واللي اتبعها قاضي المحكمة في الفترة الماضية علشان يصدر قرار زي دوة. صرح لنا الدكتور وليد وهبة الخبير القانوني إن قرار الإحالة للمفتي لا يصدر بناء على الضغط من الرأي العام أو على بشاعة ارتكاب القضية، ولكن هناك خطوات بيتبعها رئيس المحكمة لإصدار حكم زي دوة. مش بس كده، بتجتمع كمان آراء هيئة المحكمة كاملة بإجماع الآراء بالموافقة على الإعدام، والموافقة على قرار الإعدام بيكون عقب أخذ رأي النائب العام مقدما ثم رأي مسؤول بنيابة محكمة النقض في حكم الإعدام. وبتقرر المحكمة في الجلسة إحالة المتهم للمفتي للبت في الرأي الشرعي في استحقاق المتهم للقتل والقصاص، وعندما يتم الانتهاء من تلك الخطوة يتم استحقاق الموت ويصدر حكم الإعدام. اما لو سالتوني دلوقتي عن رد فعل اهل نيره، انهارت والده نيره، انهارت بعد سماعها الحكم. صرخت الام وبكت، بكت حتى سقطت بجوار زوجها وبناتها، التف الجميع حولها، التفوا حاولوا يهدوا الوضع. ورفعت المحكمه الجلسه للاستراحه. كان صدر قرار من الدائره الرابعه تمنع كل وسائل الاعلام وكل الصحف من نشر حاجه عن القضيه دي، ما عدا طبعا جلسه النطق بالحكم. والنهارده كده كان النطق بالحكم، وبكده أزل الستار على قضية محمد ونيرة. طب إيه اللي حصل؟ وإيه رد فعل الشارع المصري بعد صدور الحكم؟ إيه اللي حصل قدام باب المحكمة؟ الحقيقة احتفالات كبيرة جدا من الجمهور، وزي ما أنتوا شايفين معايا في الصور فرحة الناس برجوع حق نيرة. مش الناس بس، حالة من الفرح كمان اجتاحت جيران نيرة أشرف، وده بعد صدور الحكم على القاتل بالإعدام. جيران نيرة لما عرفوا الحكم جريوا بسرعة على بيت نيرة، جريوا علشان يعزوا، لأننا كلنا عارفين طبعا أن أهل نيرة كانوا رافضين أن هم ياخدوا العزاء لغاية صدور الحكم، زي ما يكون طاروا مستنين النتيجة بتاعته.
وواحدة من جيران نيرة كان ليها طلب، اتمنت طبعا ان هو يتنفذ حكم الاعدام في قتل نيرة في نفس مكان. سيد المستشار هيجي مجرد ساعة هيطبع الحكم ويمشي تاني. الرحمن حصل 8 ايام من اول الخاتم، 8 ايام من اول حد الحكم وتحويل المنور. قبل كده 8 ايام بالكتير وحكم الاعدام واحد وراه ومفتي واسبوع كمان للاعدام. وهقول لكم على حاجه كمان تصريح مني انا، الاعدام وتنفيذه هيبقى في اسرع اعدام، اسرع تنفيذ اعدامه على المستوى. الناس كلها بتطالب اللي هي تشوف حكم الاعدام. انت طبعا ما ينفعش هتقدم طلب للنادي العام ان هو ما ينفعش تمر مرور طالما هذه جريمه، ما ينفعش ما ينفعش. شويه هيطالب بنفس الطلب، معقوله ده هيحصل؟ تابعوا معايا باقي التفاصيل. بعد إحالة المتهم إلى المفتي، معنا الآن صديق الأسرة وصديق المقرب إلى الأسرة، هيقول لنا النهارده رد فعله. وطبعا على مستوى العالم كله، مش على مستوى الوطن العربي بس، على مستوى العالم كله، يعني حاجة كويسة جدا جدا. وده كله أستاذ محمد، توقعت مع أول يوم في يوم الواقعة احنا فاكرين ان انت قلت ان المتهم هيتعدم، بس احنا بنطالب ان يتم ازاحته على الهواء مباشره ويكون في نفس المكان. عايزين نعرف يعني النهارده وبعد فعل القضاء صدق بقراره وتوقعه، شايف الرد ازاي وانت صديق المقرب للاسره اللي حاسس بالالم كلهم على مدار الاسبوع اللي عدى؟ احنا مبسوطين جدا بسبب الموضوع ده، وهم بقى سعداء جدا، وهم مش متوقعين يعني ايه انك ايه ده، ممكن الموضوع ايه ينتهي شويه، القضاء تتاجل مره في مره وكده، بس النهارده اللي حصل يعني غير متوقع برضك، اللي هو ايه بيتعامل كده اللي هو الحكم على طول ايه كده 48 ساعه. وبالمناسبة أهل محمد عادل قاموا بتوكيل محامي خاص ليه، تعالوا نشوف بقى تعليقه إيه على الجلسة بعد كل اللي حصل. كل ملابسات القضية هتتعرض إن شاء الله في الجلسات، اللي أعدكم بيه إن وجهة نظر الرأي العام هتتغير لظهور بعض الأدلة وبعض المستندات، وضع مش زي ما ظاهر لدى الجميع. نقدر نعزلكم دلوقتي ونقول ان مقال الله هنقول لك المقال الله المقال الله والعزينا كلنا وبالتأكيد زي ما انتم شايفين معايا والدة نيرة ووالدها زي ما يكونوا طبعا اتشهدوا، روحهم رجعت لهم مرة تانية، وبالتأكيد دلوقتي هم هيتلقوا العذاب. مكان تاني فين؟ في شركة مصر. انا سمعت ان حد بيقول ان انت كنت في، لا ده زوجي هو اللي في التربية. في التربية والتعليم. بنقول لك البقاء لله وربنا يرحمها، وهي يعني اللي صبرك ويراضيك حب الناس ليها، حب الناس حب الناس ليها اللي مصبرني. أمة لا إله إلا الله. وعلى فكرة في ناس عملت لها عمرات، وفي ناس على طول في الحج وفي الأهل المملكة العربية السعودية متواصلين معايا على طول، بيعملوا لها دعوة وفي المدينة وفي المسجد النبوي. الحمد لله. ما انا قلتها والله، وما اتعملهمش والله، قلتها قلت حصل ده. انا عشان انا كنت محامي شهيدة نجلاء اللي هي صاحبتها قتلتها في البحيرة، حصلت مع نجلاء، حصلت مع محمود البنا، حصلت مع نيرة. تذكر لها القلوب تدعيها بجد. الحمد لله. كنا طيبين بزياد. تقولي لبنتك ايه؟ الله يرحمها. اقول لها الله يرحمك حبيبتي، الله يرحمك، وانت شهيدة وانت تاخد حقك فعلا، بس بعد ما موتي كان نفسي تاخد حقك قبل ما تموتي، كان هيبقى فرق كبير قوي ان شاء الله. ولحد هنا النهارده هنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، في الفتره اللي جايه هنتابع معاكم باقي التفاصيل. اكتبوا لي بقى رايكم في حكم النهارده، وندعو طبعا في اخر الفيديو لنيره بالرحمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم.